السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعضاء الجروب الكرام، ساينتفك ايجيبت، وأي حد يسمع الفيديو ده ويستفاد بيه ربنا يبارك فيكم جميعا. يعني حبيت أشارك وأقول يعني نقطة في بحر زي ما بيقول، بالنسبة للعلم، وكل رب يزيدني علما، ويعني أكنه زكاة العلم هي تعليمه. عشان ما أطولش عليكم، أنا جاي النهاردة ومعايا البرزنتيشن بتاعتي هتبقى عبارة عن، أو الموضوع بتاعها، Performance Enhancement of Optical Logic Gates Using 2D Photonic Crystal Structure. طبعا كل جزئية في العنوان ده تعتبر معلومة، والمعلومة اللي هيقدمها لكم العبد الله اللي هو دكتور تامر صالح من الجامعة المصرية الروسية بمدينة بدر. كل كلمة في ده تعتبر موضوع لوحده. ايه performance enhancement of optical logic gates؟ logic gates الناس اللي هي تعتبر interested في مجال الهندسة او المجال بتاع الديجيتال لوجيك او الاتصالات او الكلام ده، فهيعرف كلمة لوجيك جيتس دي لو اي حد عدى عليها، اللي هي الاند والاور والنوت والنور، واللي هي شوية جيتس كنا بناخدهم تقريبا في الثانوية عامة او مراحل بدائية في الحاسبات. طبعا انا تخصص اتصالات والكترونيات، لكن ايه اللي ريليتد بقى بالنسبه للوجيك جيتس؟ اللوجيك جيتس دي كانت بتتعمل بالكترونكس كومبوننت، ان انا كان بيبقى اي جهاز عندك زي التلفزيون، زي الاجهزه بتاعت الدش، زي اي جهاز الكتروني عندك في البيت، حتى اللابتوب بتاعك ده يعتبر جهاز الكتروني مبني من عباره من شويه دوائر سيركتس. الدوائر دي بتتجمع مع بعضيها عشان تؤدي الوظيفة المعينة اللي هي مطلوبة منها. الوظيفة اللي مطلوبة مثلا ان هي تعمل كوميونيكيشن ما بين موبايل لموبايل، تعمل تعرض لك صورة، تستقبل لك محطة راديو، كل دي تعتبر دوائر إلكترونية. اللي احنا عايزين نعمله ان الدوائر الإلكترونية دي وصلت لما يسمى بمرحلة البوتل نيك. بوتل نيك يعني ايه؟ يعني منطقة عنق الزجاجة. ليه؟ اصبح ان انا عندي الناس برضو اللي هي بتسمع على كلمة البيج داتا. بيج داتا ان انا عندي كل واحد بقى عنده داتا كبيرة قوي وعاوز ينقلها من مكان لمكان. الداتا دي ممكن تكون فيلم، ممكن يكون بتاع ده صوت، اغنية، قرآن، ملف تكست كبير، ايا كان، واحد بيرغي كتير، فدي معلومة برضو. كل دي تعتبر داتا، بيسموها البيج داتا. البيج داتا دي محتاجة ان تتنقل من مكان لمكان. هتقول لي وايه المشكلة؟ ما هتتنقل، هتتنقل، بس انا بيهمني في اللعبة دي كلها اني انقل الداتا بتاعتي دي بسرعة. يعني ايه بسرعة؟ يعني احنا في زي ما بيقولوا في عصر السرعة، ان انا مش هقعد انقل في فيديو مساحته جيجا، اقعد، ما انا ممكن انقل فيه سنة، لكن انا يهمني ان يتنقل في دقيقه، يا ريت، ويا ريت لو يتنقل في ثانيه، يا ريت لو اغمض عيني وافتحها الاقي الفيديو اتنقل. يبقى معنى كده انا بسعى على ايه؟ بسعى الى ريت او سرعه اوصل بيها، او سرعه نقل بيانات عاليه. حلو، يبقى انا عندي داتا كبيره او داتا تعتبر بالجيجا والميجا والكلام زي كده، وعاوز انقلها من مكان لمكان. هتيجي تقول لي طب ما هو الدوائر تنقلها، ما هي الدوائر اللي موجوده دلوقتي مش مواجبه للسرعات اللي انت عايزها، ولو انت عايز تنقل الداتا الكبيره دي من مكان لمكان هيصبح ان الوقت بتاعك كبير. هتقول لي طيب انا كان عندي معلومه، ايه هي؟ ان المعلومه ان انت طلع لنا حاجه اسمها اوبتيكال فايبر، ما هو ده ممكن ينقل اللي انا عايزه. حلو، ما هو عشان كده قلت لك ده بوتل نيك. الفايبر ده ما هو اللي بنسميه الداتا كوميونيكيشن، او الترانسميشن لاين، اللي هو ايه؟ الترانسميشن لاين او الميديا اللي هتنقل الداتا، لكن قبليها وبعديها دواير. يبقى انا هعمل ايه؟ انا كده اخترعت اوبتيكال فايبر، هو ده اللي هيبقى ينقل، والكلام ده انا عايز اوريه لك مثلا بشيء من الايضاح في الحته الصغيره دي. ان انا اي كوميونيكيشن سيستم ايا كان بقى اللي انت بتتكلم عليه عباره عن بلوك كده، وعندي اللي هو ترانسميشن ميديا، وبعد كده البلوك الاخير اللي هو بتاع ايه؟ الريسيفر. يبقى ده كده اللي بنسميه الترانسميتر، ده كده اللي بنسميه الريسيفر، وده كده اللي هي الترانسميشن ميديا اللي احنا بنسميها اوبتيكال فايبر حاليا، اللي انت بتتكلم عليها اللي هي بتنقل سرعات كبيره. طب انا عاوز دلوقتي ان انت ايه؟ ان انت، طب ما هو ده توفر، يبقى انا عايز ازود ايه؟ عايز ازود سرعه ده في النقل،
وازود سرعه ده في النقل عشان ده يبقى ينقل سريع وده ينقل سريع على لينك ياخد من الحبايب 100. لكن ما ينفعش اني يكون انا عندي ده المنطقه دي كده تكون مثلا حنفيه ميه عاديه ودي حنفيه ميه عاديه وفاتحين على خرطوم مطافي. هتبص تلاقي ان الميه اللي جوه قاعده تلق، يعني مش ماليه الحيز اللي المفروض يتملي. يبقى انا يا ريت ايه، يا ريت ان الدوائر دي اللي هي الدوائر الالكترونيك سيركت دي عاوزين نبدلها. نبدلها بايه؟ بدوائر تشتغل بأول اوبتيكال كومبوننت. يبقى الهدف بتاعي بقى ان انا اعمل ايه، ان انا اطلع اول اوبتيكال كومبوننت. حلو، يبقى معنى كده اوبتيكال كومبوننت هتشتغل باللايت، هتنقل لي عبر الفايبر اللي شغال باللايت، هتروح رايحه لي عند الريسيفر. يبقى معنى كده كله بنسميه ايه، اول اوبتيكال كوميونيكيشن سيستم. حلو، اصبح ان انا دلوقتي بدور على ازاي اعمل بقى الدوائر ده. الفايبر ما هو اتعمل خلاص، بيحصل فيه انهانسمنت، دي انهانسمنت فيه اني ده مواضيع ابحاث وريسيرش لحد دلوقتي، ان الفايبر فيه 3 ويندو وشويه وقصص ممكن نبقى نعمل عليها ايه فيديو لوحده او حد من الزملاء يتكلم عليها. لكن انا بصدد ان انا اتكلم على الاوبتيكال لوجيك جيتس اللي هي تعتبر نوع من انواع الدوائر اللي موجوده هنا او موجوده هنا. يبقى احنا دلوقتي ايه بقى كلمه بقى بيرفورمانس انهانسمنت، ان انا عاوز احسن الدوائر اللي معموله بالاوبتيكال بتاع ده اللوجيك جيتس دي، عايز احسنها. احسن ايه؟ اخليها تنقل سرعات عاليه، اخليها تديني حاجه اسمها كونتراست ريشيو سريعه، تديني لوجيك جيتس. هنشوف الايه، هنشوف الريسيرش فيلد اللي انا اشتغلت فيه. عاوزينكم انا في ايه، في الشغل بتاعي. النقطه الثالثه اللي موجوده او اللي ممكن العنوان شايلها اللي هي فوتونيك كريستال. فوتونيك كريستال ده مش بيعمل لوجيك جيت بس يا جماعه، ده يعتبر نقطة أبحاث. أنت بس اكتب كده فوتونيك كريستالز أبليكيشن. فوتونيك كريستال أبليكيشنز دي زي ما احنا هنستعرض دلوقتي، فيها منها الـ 1D أبليكيشنز، 1D أبليكيشنز، أبليكيشنز بنسميها 2D، أبليكيشن بتبقى 3D وهنعرف إيه المسميات دي. لكن الفوتونيك كريستال بتستخدم في السنسورز، يعني الناس اللي شغالة في الدي إن إيه والكانسر، عايز يعمل سنسور للكانسر وديتكت ليها. الناس شغالة في أبحاث الدم برضو، يبقى ده معناها سنسور، فده الفوتونيك كريستال داخل فيها. الناس اللي شغالة في الطاقة والطاقة الجديدة والمتجددة، الناس اللي شغالة في السولار سيلز، كل دي شغالة في الفوتونيك كريستال. وحدث ولا حرج بقى، والناس اللي شغالة في الليزر سورسز، كل دي ابليكيشنز بالنسبة للفوتونيك كريستالز. وحدث ولا حرج، وهوريك شوية ابليكيشنز موجودة. لو دخلنا على ده كده، دي الابحاث او لسته من الابحاث اللي الحمد لله ربنا اكرمني وعملتها. ودي كان عندي فيها بحثين، امباكت فاكتور في جورنالز عالميه بالامباكت اللي موجود، وفي مؤتمر كان اسمه مؤتمر راديو، يعني حصلت بالبحث بتاعه حصل على اعلى او البيست بيبر في المؤتمر ده. وما نشغلش نفسنا بالكلام ده، نخش على المهم. المهم دلوقتي الاوتلاينز، ان انا عاوز اشوف الليتريتشر ريفيو. وطبعا اي واحد او اي باحث جديد عاوز يعمل او يتكلم في اي موضوع جديد، فلازم يعمل الريفيو للناس اللي قبليه عملوا ايه، عشان يبقى عارف نقط الضعف والقوه ومنها يقدر يشتغل. الليتريتشر ريفيو ده يعتبر في حد ذاته بيبر، يعني لو اتكتب بطريقه او صياغه كويسه والباحث بدأ يطلع منه نقاط الضعف والقوة ويبدأ يحط هو لمحاته على اللي أراه، ده لوحده في حد ذاته بيبرز وفي جورنالز بتنشرها. طيب طبعا عشان أخش في الفوتونيك كريستال لازم أبقى عارف الديفينيشنز أو الألف به بتاعته عشان نبدأ نتكلم. طبعا الكلام ده أو الأناليسيس بتاعتي بتعتمد على ما يسمى بالويف بروباجيشن أو الماكسويلز إيكويشن. واحد هيجي يقول لي إزاي أنت شغال، أنت يعني أنت جاي تتكلمني في فايبر أو أوبتيكال، ايه اللي دخل الويف ايكويشن والماكسويل ايكويشن؟ اللي انا اعرفه ده لو انا سمعي زي ما انا بسمع ان الماكسويل ايكويشن دي شغاله في الويف، هقدر اقول لك ان الاوبتيكال او اللايت بيعامل معاملتين له وشين. الوش الاولاني ممكن تعامله كلايت، والشغل بتاع اللايت بقى والانكسارات وسنيلز لو والكلام زي كده، وان انا اعامله كويف. فمن هنا اقدر اتعامل او اطبق عليه او ابلاي الماكسويلز ايكويشن. طبعا هنا ده بروبوزلز اللي هي الابحاث، ثلاث ابحاث عملناهم ممكن يخدموا العنوان اللي احنا بنتكلم عليه هنتكلم فيه.
الكونكلوجنز ايه اللي احنا استخلصناه من الابحاث دي والفيوتشر ورك اللي ممكن تتعمل في المجال ده. لكن انا بتكلم على المجال بتاعي، لكن انا بقول لك في برود اريا في الموضوع بتاع الفوتونيك كريستال ابليكيشنز لسه شغاله وشغاله بجبروت تقيل. عشان نتكلم في الليتريتشر ريفيو سيادتك دلوقتي، انا عايز اعرف السيركتس اللي اتعملت او اللي طبقت اللوجيك جيتس دي قبل ما نطبق الفوتونيك كريستال. فحاجات اتعملت، اللوجيك جيت دي اتعملت بالسيمي اوبتيكال امبليفاير، بريوديكالي بول ديليسيوم نيوبات، والرينج ريزونيتور، والكوانتم دوتس. كل دول هتلاقي ابحاث اتعملت قبل الفوتونيك كريستال وعملت لوجيك جيتس. طيب الحاجات دي لازم بدني، انا قلت فوتونيك كريستال هتيجي بعديهم، يبقى معنى كده ان دول كان فيهم دروباكس او شويه حاجات انا عايز احسنها. عشان كده بقول لك دي فايده الايه، فايده الليتريتشر ريفيو. سيادتك دلوقتي لو جينا نتكلم على الديس ادفانتج بتاعه الميثودز اللي احنا عرضناها من شويه، قال لك اول حاجه ان انا عندي الاستراكشرز اللي اتعملت بالحاجات اللي احنا سبق في الشريحه اللي فاتت كانت السايز بتاعها كبير، يبقى معنى كده ان انا منتظر ان الفوتونيك كريستال هيديني ايه، هيديني بلاتفورم او هيديني استراكشرز بايه، استراكشرز ب سايز صغير. تشيب سكيل انتجريشن معنى كده ان انا ممكن اعمل بدل ما تبقى لوجيك جيت واحده، لا ده اللوجيك جيت دي الاوتبوت بتاعها اخليه يشغل لوجيك جيت ثانيه وثالثه ورابعه واكتر من دايره. هاي باور كونسامشن، الدوائر دي بقى اللي هي اللي سبقت كانت بتسحب مني باور كبير، انا هنا في الفوتونيك كريستال نظرا ان السايز بتاعها هيبقى صغير، معنى كده ان الباور اللي هيستهلك في الاستراكشر بتاع الفوتونيك كريستال هيبقى صغير. ليه صغير؟ هتلاقي ان الفوتونيك كريستال يا باشا ده هيتصنع من داي الكتريك ماتيريال. يعني ايه داي الكتريك ماتيريال؟ يعني مواد عازله. معنى مواد عازله يعني هي اصلا ما بتسحبش منك باور، طبعا ده في الحاله الايديال. سيادتك لو سيجنال تو نويز ريشيو، طبعا انا بيهمني ان دايما ان قيمه السيجنال بتاعتي تبقى اكبر من النويز بكتير، عشان النويز دي موجوده حاجه اجباريه، الوش اللي موجود في الهواء، طبعا الهواء موجود معاه السيجنال اللي هيغلب هو ده اللي هيتسمع، فانا لو السيجنال بتاعتي كانت بالنسبه للنويز قريبين من بعض فانا هسمع الوش زي ما هسمع صوت المغني او صوت القران، لكن كل ما السيجنال تو نويز ريشيو كبرت كل ما الاستراكشر بتاعي او المكون بتاعي اللي انا بتكلم عليه بقى احسن. سيادتك لو سبيد، طبعا الدوائر دي كمان البيج سايز بتاعها، يبقى معنى كده ان سرعه النقل بتاعتها حتى لو هي سريعه، حتى ان هي شغاله برضو في الاوبتيكال رينج، لكن ما زالت هتبقى بطيئه بالنسبه لمين، للفوتون الكريستال زي ما احنا هنشوف. نارو اوبريتنج ويف لينس باند ويدث، ان سيادتك دلوقتي يا ريت ان انا اقدر اشتغل عند رينج من الويف لينسز، يعني ما تجيش تقول لي ان انا هشتغل عند ويف لينس واحده. هتقول لي ليه؟ ما هو انت كل ما انت بتكتر او بتكبر المساحه او بتكبر الرينج بتاع الويف لينسز اللي انت تقدر تشتغل عليه، يبقى معنى كده ممكن تنقل داتا عند اكتر من ويف لينس، يبقى تقدر تنقل داتا بتاعت اكتر من يوزر في وقت واحد، يبقى معنى كده الابلكيشن او مش مضطر ان انت تجيب لكل ويف لينس دايره لوحده. يعني ما تجيش تقول لي ايه، انت عايز تنقل فيديو فخد الدايره اللي هي بتشتغل حوالين الويف لينس 1.35، لو انت عايز تنقل الصوت روح اشتغل عند، خد الدايره اللي بتشتغل عند 850 نانومتر. طبعا الكلام ده يبقى معنى كده بدانك في كل ويف لينس هتطلع لي دايره، وهي الدايره هي هيها اللي بتعمل نفس الكلام، يبقى معنى كده ان انا الدايره بتاعتي دي تبقى بتعرج، فانا يا ريت ان انا اقدر اجيب دايره واحده تشتغل عند ايه، اكتر من ويف لينس. Spontaneous emission noise، طبعا ده نوع من انواع النويز، الدوائر دي طلعته مش عاوزين نتوغل فيه. نشوف بقى الفوتونيك كريستال، وزي ما بقول لك ان الفوتونيك كريستال موجوده في ثلاث اشكال. الشكل الاولاني اللي هو ال1 دي، اللي هو بتبص تلاقي ان انا عندي اكنه عباره عن سلاب. سلاب يعني ايه؟ يعني ان انت عندك الداي الكتريك ماتيريال، عندي نوعين من انواع الداي الكتريك ماتيريال بيتبدلوا في اتجاه واحد وليكن اتجاه الواي، مثلا هتلاقي ده الريفراكتيف اندكس، ومن هنا بقى نبدا ايه نحدد المفاهيم اللي احنا هنتكلم عليها. الريفراكتيف اندكس بتاعي هنا ده ان 1 ده ان 2 ان 1 ان 2، اكنك بتعمل ساندوتش ايه في اتجاه واحد من اللايرز. طيب ال 2 دي بتلاقي ان انت بتعمل ايه؟ بتعمل حاجه عامله زي المكعب كده، بس بدل ما انت بتشتغل في اتجاه واحد لا بتبدل الريفراكتيف اندكس بتاعك فين؟ في اتجاهين،
بالنسبة لل 3D طبعا انت كده هتشتغل بدل ما هو كان في اتجاهين، لا ده انت كده ايه هتشتغل في 3 اتجاهات. طبعا عشان اعرف ايه هو الفوتونيك كريستال، قال لك الفوتونيك كريستال structure for which refractive index is periodic function in space. يبقى معنى كده refractive index ده اللي بنسميه او بنديله حرف ال N، وعشان الناس ما تتوهش مني فال N دي بتساوي جذر الابسلون، والابسلون دي اللي بنسميها البرميتيفيتي بتاعت الماتيريال، ودي اللي بتميز او بتمثل الخاصيه الكهربيه بالنسبه لاي مكون عندي او بالنسبه لاي ماتيريال. طب اللي بيمثل الخاصيه المغناطيسيه ايه برضو كنوع من انواع المداعبه؟ اللي هو الفاكتور ميو اللي بنسميه البرميابيليتي. يبقى معنى كده ده الابسلون بتمثل الخواص الكهربيه، الميو هي اللي بتمثل الخواص المغناطيسيه. الراجل دلوقتي بيقول لي ان الفوتونيك كريستال موديوليت لايت باي موديوليتنج بيريودك ستراكشر. بيريودك ستراكشر يعني ان انت بتبدا تكرر نفسك على فترات معينه او على مسافات معينه، وهو ده اللي احنا شغالين عليه. طب الراجل جاي دلوقتي قال لك ان في حاجه اسمها فوتونيك باند جاب. طبعا الناس اللي هي بتاعت الالكترونكس تصحى معايا شويه. ليه؟ عشان عندك لو احنا رجعنا للالكترونيك، الالكترونيك كان بيقول لي ان الالكترون عشان يتنقل من باند الباند، وحاجه بنسميها كنا بنسميها الفالنس باند، عشان يروح للكوندكشن باند كان لازم بيعدي على او كان ما بينهم منطقه بنسميها الفوربيدن ريجون، بنسميها ايه الفوربيدن ريجون، او بنسميها الانرجي جاب بالمثل. فانا عندي بالنسبه للاوبتيكال او بالنسبه للفوتونيك كريستال ما يسمى بالفوتونيك باند جاب. هل في الانرجي جاب بتاعه الالكترونكس كان ينفع ان انا الاقي اي الكترون ماشي يتفسح؟ طبعا لا. بنفس القصه ان انا في الفوتونيك باند جاب ما ينفعش وليكن الشكل ده، وطبعا الناس اللي هي هتبقى متخصصه هتبقى فاهمه ايه المناطق دي بتاعه الفوتونيك باند جاب، دي فوربيدن ريجون، ان ما ينفعش اي لايت يعدي او يكون موجود هنا. يبقى ما ينفعش، يبقى الفوربيدن ريجون ما ينفعش ان يكون في لايت موجود هنا. واحد هيجي يقول لي بقى من الناس اللي بتعرف تقرا كيرفات، الناس بتاعت الابحاث، يقول لي انت كده ده انت وصلت للماكسيمم، بس خلي بالك انا بقول هنا ايه؟ ريفليكتنس مش ترانسميشن، مش ترانسميشن. ترانسميشن يعني لو ده كان ترانسميشن كان هيبقى عكس الكيرف ده. ليه؟ عشان انا بقول ان في المنطقه اللي هي الفوربيدن او الفوتونيك باند جاب بتاعتي دي ما ينفعش يمر لايت هنا. بالرغم ان انا بقول ما ينفعش يمر لايت هنا، الا ان منطقه الفوتونيك باند جاب انا بحددها الاول ومنها ببدا اعمل الابلكيشن بتاعي. ببدا اعمل الابلكيشن على انه اساس ان انا ببدا افتح طرق. تخيل كده ان انت عندك جبل وبتبدا تفتح فيه نفق، والنفق ده هو ده ايه اللي هتقدر تمر منه. بالفعل الفوتونيك باند جاب هعمل فيها كده، ان انا هبدا اغير من الاستراكشر بتاعي، ان انا ابدا افتح فيه ايه قنوات جايدز ويف جايد، او افتح في او اعمل في ما يسمى بعمليه ديفكت. الديفكت دي زي ما هنشوف ان انا هعمل فيها نوعين او هشتغل بنوعين من انواع الديفكت زي ما هنشوف. ده لو انا عايز اقارن الفوتونيك كريستال بالسيمي كوندكتور، هتبص تلاقي ان السيمي كوندكتور بتلاقي ان الماتيريال بتاعتي بريودك كريستال لاتس بيبقى شغال على الالكترونز، لكن في البريودستي هنا شغال على ايه؟ على داي الكتريك ماتيريال، لا اما تتوجد في رودز، وانا هنا هشتغل على ايه؟ انا قلت لك ان انا شغلي في التو دايمنشن، فانا لا اما هشتغل رودز على باك جراوند اوف اير، او هولز هتبقى حفر على باك جراوند اوف ايه؟ اوف ماتيريال داي الكتريك ماتيريال. سيادتك دلوقتي اللينس بتاع السيمي كوندكتور الماتيريال بتبقى في حدود 3 ل 6 انجستروم تقريبا، لكن بالنسبه للفوتونيك كريستال فاللينس بتاعها بيبقى السكيل بتاعه تقريبا لللندا، واحنا بنعتبر ان الفوتونيك كريستال يعتبر ايه؟ يعتبر من ضمن النانو تكنولوجي او النانو تكنولوجي ابلكيشنز، عشان انا دايما هتلاقي الايه؟ هتلاقي ان الابعاد بتاعتي والراديوس والكلام زي كده بتمثل بالنانو متر، فده يعتبر من ضمن الابلكيشنز بتاعت ايه؟ النانو تكنولوجي، بالرغم ان هي ما استخدمتش الكربون ولا الكلام ده كله، لكن احنا بنعتبرها من ضمن الحاجات دي نظرا لايه؟ لان السايز بتاعها الصغير. الناتشرال استراكشر ده يعتبر ارتفيشال استراكشر اللي هو فوتونيك كريستال انا اللي بصنعه، لكن بالنسبه للسيمي كوندكتور اللي هي موجوده او الالكترونات عموما دي بتعتبر ناتشرال استراكشر.
دي بالنسبة لي السيمي كوندكتور دي أنا بعمل تحكم في الإلكترونز ونقله ما بين مستويات الطاقة عن طريق إن إحنا إيه عشان أنقل إلكترون من مستوى طاقة صغير لمستوى طاقة أعلى لازم يبقى الإلكترون خد إيه؟ خد الطاقة اللي هي الفرق ما بين إيه؟ ما بين التو باندز اللي هيتنقل ما بينهم، ما ينفعش تكون الإنرجي اللي خدها أقل، لكن ينفع تكون أكتر، لكن هو مش هيتنقل إلا إيه؟ إلا ما بين مستويين طاقة فقط. طبعا بالنسبة لهنا أنا بعمل كنترول للإلكترومغنيتيك ويف عشان تقدر تمشي خلال الرودز دي بطريقة معينة. عشان اتكلم على الفوتونيك كريستال ابلكيشنز حدث ولا حرج، دي الابلكيشنز اللي انا بكلمك عليها، ان انا عندي الناس اللي شغاله في الكافيتيز، الناس اللي شغاله في الفلترز، السورسز. طبعا الناس لو عاوزه تتفرج بقى دي ابلكيشنز بتاعت لوجيك جيتس، سنسورز، باور سبليتر، انكودر، ديكودر، مالتيبلكسر، دي مالتيبلكسر، انالوج تو ديجيتال كونفرترز، فليب فلوب اللي هي بيتعمل منها الميموريز والكلام زي كده، ترانزستورز، دايودز، ادر اند سبتراكتور، كل دي ابلكيشنز موجوده في الفوتونيك كريستال. وحدث ولا حرج بقول لك في ابلكيشنز ثانيه موجوده غير اللي معروضه. طب سيادتك دلوقتي بالنسبه للفوتونيك كريستال بيقول لك ان هو ايه؟ كان ريفليكت light very efficiently. ازاي الكلام ده هيجرى؟ ان انا عن طريق ان انا بعمل ما يسمى بالديفكت. ديفكت يعني ايه؟ يعني لو انت سيادتك خدت بالك من الاستراكشر او على الاقل الاستراكشر ده هتبص تلاقيك اخضر، بعد كده المسافه بتاعت الاخضر الغامق، الاخضر ده هو نفس المقاس ده، لكن لما جيت هنا لقيت ايه؟ لقيت ان الحته دي كبرت السايز بتاع ده، يبقى معنى كده انا خلفت ايه؟ خلفت الايه؟ خلفت البريودستي بتاعتي، يبقى انا كده انا كده ان انا عملت عيب او عملت ما يسمى بالديفكت. لو انا جيت شفت الاستراكشر اللي معمول ده، احنا قلنا لا اما تكون الاستراكشر بتاعي رودز على باك جراوند اوف اير، او ممكن هولز على باك جراوند اوف ماتيريال. كل العمليه ان انت ممكن واحد يجي يقول لي خلي بالك انت كان ناقص لك هول هنا بس انت شلتها، يبقى انا معنى كده عملت ديفكت هنا. النوع ده من الديفكت بنسميه بوينت ديفكت، وده مينلي بيستخدم في الابلكيشنز بتاع السنسورز والابلكيشن بتاع السورسز اللي هي الليزر سورس. طبعا انا عندي انواع تانية من الديفكتس هنشوفها دلوقتي. زي ما احنا قلنا الديس ادفانتج بتاعت الفوتونيك كريستال، هتلاقي ان انا عندي الادفانتج بتاعت ايه؟ بتاعت الفوتونيك كريستال، هتلاقي ان هو هاي اوبريتنج سبيد، شغال في اللايت، سمول دايمنشن، وده ميزه. لو باور كونسامشن، انا مش عايز الاستراكشر بتاعي يبقى فيه يسحب مني باور من الانبوت باور بتاعتي. كان بي فابريكيتد ويز وايد رينج اوف ماتيريالز، يبقى ممكن يتصنع باكتر من نوع من انواع الماتيريالز. وطبعا اي ماتيريال انا طبعا بناني بشتغل ممكن اشتغل باتنين ماتيريال ثلاثه ماتيريال على حسب المتاح. بس نخلي بالنا ان كل ما الدلتا ان، الفرق ما بين او الديفرنس ما بين الان بتاعت الرودز مع الان بتاعت الباك جراوند كانت كبيره، كل ما كان بيديني ابلكيشنز احسن. لكن مش معنى كده ان انا ما اقدرش اشتغل بميكس من الماتيريالز في الاستراكشر بتاعي. الاستراكشر بوسيبيليتي ار ليميتد اونلي باي هوم ان ايماجينيشن. انا بقول لك ان انا دلوقتي الفوتونيك كريستال انا ممكن اصنع منه او اعمل منه ابلكيشنز زي الانسان ما يتخيل. انت تخيل انت عايز ايه وابدا بقى غير في الاستراكشر بتاعي لحد ما يديك الاستراكشر او الابلكيشن اللي انت عايزه. وايد ابلكيشن زي ما احنا اتكلمنا، نيجاتيف ريفراكتيف اندكس، وده اللي بنستخدمه في الناس اللي هي بتاعت الميتا ماتيريال، الناس اللي كانت بتسال على الميتا ماتيريال، فده بيطبق فين؟ في ان ممكن اعمل منه الميتا ماتيريال والابلكيشنز بتاعته. واهم حاجه زي ما بيقولوا اللي هي زي طاقيه الاخفاء. من ديفرنس بتوين اللينير اند نون لينير فوتونيك كريستالز، ان انا الفوتونيك كريستالز بتاعتي ليها صورتين الناس شغال عليهم او مين ابلكيشنز. ان انا ممكن اشتغل في اللينير ريجيم. لينير ريجيم يعني ايه؟ يعني ان انا بيتطبق عندي مبدا السوبر بوزيشن اللي هو عمليه التجميع، ان انا بشتغل في المنطقه اللينير يعني عند باور قليله، لكن كل لو الابلكيشن بتاعي كل ما الباور عليت كل ما لقيت ان البرفورمانس بتاع الدايره بتاعتي بدا يختلف، يبقى معنى كده ده كده بنسميه نون لينير ابلكيشن. ليه؟ عشان ما بيتطبقش عليه كده اللي هو ايه؟ مبدا السوبر بوزيشن برنسبل. عشان كده لو انا جاي اتكلم في اللينير والنون لينير ابلكيشنز، وده موجود وده موجود، يعني ممكن الاقي اند جيت معموله باللينير بتاع ده لينير، وممكن الاقي اند جيت معموله نون لينير. طيب
في اللينير ابلكيشن بتلاقي لو انبوت باور وايد فريكوانسي رينج اوبريشن سيمبل تو انتجريت، لكن بالنسبه للنون لينير نيدز هاي انبوت باور نارو فريكوانسي رينج ديفيكلت ان انتجريشن. يبقى معنى كده ان احنا بنبص نلاقي ان الشغل بتاعنا بتاع اللينير احسن. طبعا واحد هيقول لي خلاص خلينا نشتغل لينير، هاجي اقول لك ان كلمه نون لينير معناها برضو ايه، ان الريفراكتيف اندكس بتاع الماتيريال بتاعتك لازم يكون فانكشن في اللندا في الويف لينث. يبقى معنى كده ان الحاله الريال اللي موجوده في الواقع ان المواد اللي عندك تشتغل في النون لينير. يبقى لازم نخلينا حساسين، حتى بالرغم ان احنا في ابحاث معموله كتير لينير، والابحاث بتاعتي كانت كلها لينير، لكن انا بقول لك للمعلومه ان الماده لازم تكون يعني بتاع ده الريفراكتيف اندكس بتاعها بيبقى فانكشن في مين؟ بيبقى فانكشن في الويف لينس، وهي دي الحاله الريال. طب ما ليه الناس بتدرس اللينير؟ بتدرس اللينير عشان تديني حاجه قريبه من الواقع اللي نبدا بعد كده نحسن فيه، لكن ده مقبول من ناحية الأبحاث والناس دي موافقة عليه وأبروفد والكلام ده كله. من ضمن الابليكيشن، من ضمن الديفينيشنز اللي احنا عاوزين نعرفها ما يسمى اني سيادتك دلوقتي انا قلت لك ان انت عندك رودز، فقال لك المسافة ما بين كل رود ورود اللي هو if the phase difference between two optical waves is 2n by، فده معناه اني ان انا بعمل كونستراكتيف انترفيرنس، يعني اللي هو ايه قمه مع قمه وقاع مع قاع. الناس بتاعت ايه الاوبتكس اللي كانت بتسمع عن اللعبه دي قبل كده. لكن لو كان عندي اود نمبر من الباي معنى كده ان ده بنسميه ديستراكتيف انترفيرنس، اللي هي القمه قصادها قاع ممكن يموتوا بعض والموجه تموت، ومعنى كده ان انا هبص مش هلاقي موجه عندي. بيقول لك هنا في الفوتونيك كريستال الرايت باس ديفرنس في حاجة اسمها لاتس. اللاتس دي يعني ايه؟ جي وقتها ان احنا نتكلم عليها، اللي هي حاجة بنسميها من ضمن الديفينيشنز اللي احنا نتكلم عليها حاجة بنسميها اللاتس كونستانت. اللاتس كونستانت ده معناه ايه؟ اللي هي المسافة ما بين السنتر ما بين التو رودز ده كده بنسميه ايه؟ ما بين اسمه اللاتس كونستانت، والناس شهراه بايه؟ بحاجة اسمها الايه؟ ده اللي كده اللي بنسميه اللي هو ما بين السنتر بتاع رود مع السنتر بتاع رود تاني. فقال لك هنا ان لو اللايت باس ديفرنس اوف وان لاتس كونستانت بروديوس ا فيز ديفرنس اوف ايه؟ ا فيز ديفرنس اوف باي. بالنسبه للبتريت انا يهمني بقى طبعا دي ديفينيشنز مش هوجع دماغ بيها، لكن انا يهمني ان البتريت بتاعي يكون عالي، وده طريقه حساباته طبعا ده للناس ايه المتخصصه شويه. بالنسبه للكونتراست ريشيو او بنسميها اكستنكشن ريشيو تتحسب ازاي؟ دي بتتحسب طبعا انا هشتغل لوجيك جيت، فمعنى كده ان انا عندي حاجه اسمها لوجيك 1 وحاجه اسمها لوجيك 0. فانا ايه اللي هيحصل؟ ان انا عايز يبقى بالنسبه لي دلوقتي العلاقه دي اللي هي بتميز لي الباند جاب قد ايه. كل ما المسافه دي كبرت كل ما ان انا قدرت اميز الواحد والزيرو بعيد عن بعض ما تدخلوش في بعض. سويتشنج ريت السرعه دلوقتي ادي الماكسويلز ايكويشن، انا بحاول افلوه بسرعه عشان نبدا نسمع، يعني الفيديو دخل على نص ساعه وانا عايز برضو يعني افكه باكبر معلومه. دي الماكسويلز ايكويشن، ودي الايكويشن الاساسيه اللي هيبدا الناس تشتغل عليها وتبدا تطلع لي منها الابلكيشن والسوفت ويرز، تبدا تعمل لها اناليسز اناليتيكالي بالسوفت ويرز اللي موجوده ونشوف الدنيا فيها ايه. طبعا اي سوفت وير او السوفت وير اللي انا اشتغلت عليه كان اسمه ار سوفت، ده ار سوفت. كان عشان ابدا اشتغل لازم بعمل ايه؟ بعمل بيلد للموديل، ودي الخطوات اللي بيشتغل عليها. طيب الديزاين بارامتر اللي انا بتكلم عليها قلنا ان انا عندي هيبقى في حاجه اسمها فاكتور او بارامتر اسمه لاتس كونستانت ايه، ريفراكتيف اندكس ان ده اللي هو خاص بالماتيريال، الرود اور هول راديوس التايب اوف ماتيريال. بعد كده انا عندي الاستراكشر بتاعي يا اما بيتمثل هيكزاجونال او سكوير، وممكن يكون ميكس ما بين الصورتين. الشغل بتاعي ممكن اعمل له امبلمنتيشن برودز او هولز. الشغل بعد كده الاستراكشر بتاعي بيبقى عباره عن رينج او اي نوع من انواع الاستراكشرز زي ما هنشوف. الشغل بتاعي يا اما لينياريتي او نون لينياريتي. الريجون بتاعتي بتعتمد على البولاريزيشن بتاعي، الناس برضو اللي في الفيلد هيبقى عارف ان في حاجه اسمها تي اي وتي ام
بولاريزيشن اللي هو the direction of electric field. طبعا ده يعني الجهاز بتاعك، ده الجهاز بتاعي اللي انا كنت شغال عليه واللي طلعت عليه الشغل بتاعي. لكن كل ما الجهاز عالي طبعا كل ما قدرت تعمل رن وقدرت تطلع نتائج احسن. ليه؟ عشان الابليكيشنز بتاعتنا شغاله بطرق نيوميريكال، اما تكون فاينايت ديفرنس تايم دومين او فاينايت اليمنت، والسوفت ويرز دي بتحتاج ان هي تعمل اناليسيس، فممكن الرن ياخد منك نص ساعه وساعه وممكن اكتر من كده على حسب السوفت وير اللي انت شغال عليه. دول الثلاثه بروبوزلز اللي انا بتكلم فيهم، ان انا في اول بروبوزل عملت اند اور في ستراكشر واحد، تمام؟ في ذا سيم ستراكشر عملت اند اور لوجيك جيتس كان بتتميز بالترا هاي بتريت، وصلت البيت ريت عاليه، وان انا كان عندي حققت ان انا اشتغلت على وايد باند من الوفلينسز. الابلكيشن الثاني ان انا قدرت اعمل 4 في 2 انكودر، تمام؟ والابلكيشن الاخير اللي هو هاف سبتراكتور، ان انا قدرت اعمل ايه بتاع ده ديفايس يعمل عمليه طرح ما بين تو بيتس. بالنسبه للاند اور تعال نشوف بس شويه كده الاسسمنت فاكتور اللي انا بتكلم عليها، ان انا كنت عايز اشتغل على مالتي ويف لينس، ان انا مش عايز بتاع ده ان انا ادخل انبوت زياده عشان اطلع الاوتبوت، وشويه البارامترز اللي انت شايفها، والكلام بتاعي اللي هو simultaneous operation. simultaneous operation ان انا عايز ايه؟ ان انا عايز اشتغل اند اور في نفس الوقت، يبقى انا عايز امثل اند اور في ايه؟ في نفس الوقت. existence of externally attached unit، الحته دي ان انا عايز الديفايس بتاعي مش محتاج لحاجه من بره الا السورس، الانبوت سورس. ليه؟ عشان في ابلكيشنز كانت بتحتاج وحده اسمها الفيس شيفتر، ان عشان ابدا ادخل الانبوت بتاعي لازم اعمل له فيس شيفت الاول قبل ما يخش على الدايره بتاعتي. اوبريتنج بيت ريت احنا اتفقنا ان انا عاوز البيت ريت بتاعي عالي، والكونتراست ريشيو يبقى عاوزه عالي، يبقى انا عايز هنا مالتي ويف لينس يبقى عاوز ده عالي، عايز سبلمنتري انبوت انا مش عايز ان يبقى فيه انبوتس غير الانبوتس اللي هي الاساسيه، ان انا مش عايز ان عشان اعمل اند جيت اروح اعدل في الشغل بتاعي، عشان اعمل الاور جيت اروح اعدل في الشغل بتاعي. طبعا سبونتينيوس اوبريشن انا عايز ان انا اقدر احصل على الاند والاور او اتنين لوجيك جيت او ثلاثه لوجيك جيت. يا ريت ان انت كل ما تكتر عدد اللوجيك جيت اللي ممكن تاخدها من نفس الاستراكشر في نفس الوقت بس على اوتبوت مختلف، يبقى انت كده ايه الدايره بتاعتك يعني بتشتغل مالتي ناشونال. existence of external attached unit دي طبعا الحته دي ان انا مش عايز، عايز السيركت بتاعتي تشتغل سيلف الون، احطها في الدايره تبدا تشتغل. اوبريتنج بيت ريت طبعا انا عايز الاوبريتنج بيت ريت بتاعي يبقى عالي، الكونتراست ريشيو عايزه يبقى عالي. دي البرفورمانس بارامتر او الاتريبيوتس اللي انا عايزها تتحقق في اي استراكشر بالنسبه لي، فيا ريت احقق منها على قد ما اقدر. الحاجات السابقه كانت بتعتمد على حاجه اسمها سيلف كوليميشن افكت، طبعا كل حاجه من دي تعتبر عاوزه محاضره وكلام ايه؟ كلام لوحده. لكن اللي انا هتكلم عليه اللي هي الاستراكشرز بتاعتي او الديزاينز بتاعتي انترفيرنس بيست. طبعا انا قلت لك لازم اي ابلكيشن انت بتعمله لازم بتعمله ايه؟ بتعمله ب لازم تعمل ليترتشر ريفيو، فدي دي اند اور جيت اتعملوا ناس عملتها قبلينا، وطبعا زي ما انت شايف تحت كده السيتيشن بتاع البحث اللي اتعمل بيه البحث ده زي ما انت شايف، وده الريفرنس، ده الاور جيت، طبعا ايه اللي حاصل وايه اللي كان والكلام ده كله. ده كان اول استراكشر طبعا مش انا اللي عامله، احنا على حسب الريفرنس اللي انا كنت كاتبه. ده ريفرنس تاني عمل بتاع ده عمل اور جيت بالصوره اللي انت شايفها، طبعا عمل الاند جيت بالصوره اللي انت برضو شايفها. طبعا في البدايه انا بحسب الفوتونيك باند جاب، تمام؟ ودي اللي هي الايه القصص ان انا باخدها كعيوب بالنسبه للابحاث دي. ايه هي؟ ان طبعا ما قالش حاجه على البتريت، الكونتراست ريشيو بتاعه كان يا دوبك معقول، ان هو بيغير مثلا عشان يعمل الاند اور الاند جيت بيروح مغير في الاستراكشر، عشان يعمل الاور جيت يبقى يغيره تاني.
ده المواصفات بتاعه الاستراكشر او النقط اللي انا طلعتها منين؟ من الاستراكشرز اللي فاتت. طبعا ده استراكشر تاني بيعمل الاند والاور زي ما انت شايف. ودي المواصفات بتاعته. الاستراكشر بتاعي بقى انا عايز احقق فيه اللي هي الحاجات اللي قدامكم دي. وده كان اول استراكشر عملته او اول بحث عملته في سكتي بالنسبة للمجال ده. فلو بصينا هتلاقي ان الاستراكشر بتاعي له 2 انبوت وله 2 اوتبوت، بس كل اوتبوت من دول اوتبوت للاند جيت واوتبوت للاور جيت. طبعا لو انت بصيت ان الابعاد بتاعتي 19.8 في 12.6 مايكرومتر، حاجه يعني تعتبر صغيره. طبعا الابعاد دي بالمايكرومتر، طبعا الريفراكتيف اندكس مالوش ابعاد. ده الفوتونيك باند جاب بتاعت الديفايس او الاستراكشر بتاعي. كلمه سنسيتيفيتي اناليسيز ان انا ببدا اعمل تريان اند ايرور، ان انا بدات اغير الرادياسز بتاعتي وعشان اشوف الاوتبوت باور. طبعا انا عايز اوصل لمين؟ للماكسيمم اوتبوت باور في الكيسز بتاعتي. ده النواتج بتاعت السنسيتيفيتي اناليسيس بتاعتي. دي المير ريزلت بتاعتي ان انا قدرت اوصل لالترا بيت ريت قيمتها 6.76 تيرا بيت بير سكند بالنسبه للاند جيت، وبالنسبه للاور جيت 4.74 تيرا بيت بير سكند. طبعا انا بقول لك تيرا بيت، طبعا الكلام ده يبقى شوف تخيل مدى السرعه لو الابلكيشن ده اتعمل او اتعمل منه بروتوتايب. الكونتراست ريشيو بتاعتي زي ما انت شايف. طبعا سيادتك لما بتيجي تعمل بحث يا ريت ان انت بتقارن نفسك بالناس اللي ايه؟ بالناس اللي قبليك، وتبدا تقول دي اللي هي الاتريبيوتس او الاسسمنت فاكتور اللي انت بتقارن نفسك بالناس اللي حواليك. الكونكلوجن بتاعت الجزئيه دي زي ما انت شايف. الاستراكشر الثاني ان انا عايز اعمل 4x2 انكودر. طبعا زي ما احنا عملنا في الابلكيشن اللي فات، ان انا برضه هبدا ايه؟ هبدا استعرض الناس اللي قبلي عملوا ايه بالنسبه للابلكيشن ده. وممكن لك ان تتخيل ان الكومبلكسيتي بتاعت الابلكيشنز دي عامله ازاي. طبعا كل برضه ابلكيشن هتبص تلاقيني كتبت لك على ايه اللي فيه وايه اللي ليه وايه اللي عليه، لحد ما بنوصل للابلكيشن اللي انا عايزه اللي هو بتاعي. طبعا كنت ببين الباد ريزلت. طبعا انا الاستراكشر بتاع اللي انا هعمله ما كانش يعني مره واحده طلع كده، لا ده الاستراكشر اللي في الاخر رسيت عليه وطلع معايا النواتج اللي نشرت بيها البحث التاني بتاعي بالنسبه للانكودر. ودي كانت السنسيتيفيتي اناليسيس بتاعته. طبعا جدول المقارنه زي ما احنا شايفين. نيجي بعد كده الابلكيشن الثالث. تمام، اللي انا عايزه بقى الاسسمنت فاكتور اللي احنا عايزينها دي. طبعا ببدأ اطلع برضو الابلكيشنز اللي احنا بنتكلم عليها، وده الابلكيشن الثالث بتاعي. دي كده الشغل بتاعي والكونكلوجنز النهائيه بتاع كل بحث. فيتشر ورك بقى بتاعتي ان انا ديزاين كومبلكس لوجيك سيركت يوزنج الترا فاست سويتشنج. ودي النقط بقى اللي هي اللي احنا بنتكلم فيها، ان انا ده اللي انا طلعته اظن كلمه انا يعني. تيكينج انتو اكونت الفيز ديفرنس فور ذا سيم ستراكشر تشيك اذر كورز فور ذا سيم ديزاين كروس ويف جايد والكلام زي كده. ان انا اغير الماتيريال، الكونتراست ريشيو يبقى عالي، ان انا ابدا اعمل ابلكيشن زي الكومباراتورز الميموري يونت، الكلام ده كله. دي نيو اريا في الفوتونيك كريستال. واقدر اقول لكم شكرا لحسن استماعكم. طبعا انا متاسف جدا عشان جاء يعني جالي سفر على فجاه، فكنت بالفعل عايز ابقى اكون معاكم اونلاين،
لكن انا هرفع الفيديو ان شاء الله على اليوتيوب، ويبقى حسنه حسنه يمكن تكون صدقه جاريه لغيرنا. لو انت مش مهتم ممكن تعمل شير او تعمل يعني تبعت اللينك لحد من المهتمين بالمجال، لعل وعسى تكون صدقه جاريه ليا وليك، ان ربنا ينفعنا بما علمنا. وانا حبيت اكون من ضمن الناس اللي هي تقول يعني اقول يلا الاجانب، يعني الاجانب عملوا يعني بيعرض جمايله علينا، واحنا وهو ما عرفناش. الاولى ان احنا اللي نساعد بعض. انا ما قلتلكش ان انت تديني نقطتك وانا احط اسمي عليها، ولا انا اديك نقطتي واحط اسمي عليها، لا. انا كل العمليه ان ممكن معلومه صغيره انت تفتح لي بيها يعني تفتح لي بيها سكه للريسيرش بتاعي، او ان انت تعلمني سوفت وير او جزء منه، تساعدني بسوفت وير، تساعدني ببيبر، تساعدني بلينك، تساعدني بمعلومه، كل ده ممكن يبقى حاجه توفر عليا وعليك اشهر من الدراسه. لك ان تتخيل ان انا عشان اتعلم او اقف على رجلي في النقطه دي قعدت اتلطم ما بين سوفت ويرز بتاعه الفوتون الكريستال فيما لا يقل عن سنه ونص لسنتين. سنتين بضيعهم من رساله الدكتوراه بتاعتي عشان ارسى على سوفت وير معين اشتغل عليه، وان انا كمان الاقيه كانت فتره. وربنا يبارك في المشرفين بتوعي، المشرف بتاعي ربنا يبارك فيه كان مساعد ليا، وكان السوفت وير ممكن يوفره لي. المشرف برضو حبيبي الصغير كان برضو ايه يقعد معايا يسمع لي. فلما تكون انت في بوزيشن اسمع للطالب بتاعك وشوف ايه المشاكل اللي عنده، لعلك وعسى تقدر تحلها. مش شرط الحل يكون عندك، ممكن يكون من حد من حبايبك. فياريت الجروب ده يعني ينتشر، والفكرة بتاعت الجروب او هدف الجروب تكون المساعدة، مساعدة الغير من غير ما تعرفه. وما قلتلكش ان انت تحط اسم حد على البحث بتاعك او تعرض فكرتك لحد، احنا لسه موصلناش للمستوى ده، لكن انا بقولك ايه، ساعد بمعلومة. وشكرا لكم جزيلا، السلام عليكم.